دونك اليوم جيت على صباح بكري لقيت الاقبال هكا من طرف الزوار نتاع الحديقه العموميه وكيفاش تفاعلوا معاكم؟ احنا عدد من اولياء جاوا وسالونا عليه وفهمنا مشروعنا وفهمونا وتقبلوا الفكره وان شاء الله يحاولوا باش يطبقوا اللي يعطيك الصحة سيرين. خليني نمشي إلى صديقتك من أعدادية علي نوري المرة هذه، مرحبا بك. مرحبا، نتعرف عليك. أنا مريم سليمي من أعدادية علي نوري، جيت مع بروفتي مدام فاطمة بوعزيز، نشكرها على مجهوداتها الكل. اليوم جينا باش نوعيو الناس بعامية البيئة. دونك شنو الشعار اللي رفعتوه؟ I'm in love with the green earth، أنا عاشق الأرض الخضراء. وأنت كيفاش تحافظ يعني على البيئة بطريقتك الخاصة أنت؟ يعني حتى هكا قلتص ماذا بينا ما نطيشوش بالقيعة، ماذا بينا نهزوها حتى جينا حتى اللي نلقاو كوفيد مثلا. جينا باش نقولوا إن الأرض البيئة هي كما دارنا، كما نحافظوا على دارنا، كيف نحافظوا على بيئتنا. نتعرفوا على صديقتك من أعدادية نموذجية، أهلا وسهلا بك. وأنت عاشقة للأرض الخضراء مش هكا؟ وهو سي ان بروجي دون ان بوت نون لوكراتيف باش نعلموا العباد بطريقة لوتيك أنهم مع التوأمة الرقمية باش يحافظوا على المحيط من الحجيج للرسكلة ولا حتى من الحاجات الصغار نعملوهم احنا في ديارنا باش نجمو نغيروا العقليات وان شاء الله تكون ارضنا معناتها ارضنا خير من هكا ويطيب فيها العيش. يعطيك الصحة. كيف صديقتنا جاتنا من عقارب، من أعدادية عقارب، نتعرفوا عليك، أهلا وسهلا بك. أنا ياسمين العبابة من أعدادية عقارب، مشروعنا اليوم يتم الأساس من ضرورة والأرض من التلوث بما يسبب المخاطر وصفاقس خير مثال لذلك، فمدينتنا تحتضن تحت نطاق التلوث ويوجد ثلاثة ورشات، ورشة الرسم، ورشة البرمجة، ورشة الرسكلة. وأنت وين مشاركة ياسمين؟ لا باش توزع لي بروشور. انت باش توزع المطويات لفائده الزوار نتاع الحديقه العموميه توتا. لقيت الاجواء هكا صحه ومزيانه اليوم. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه وشكرا ليك. فما صغرونا ومزيانه من اعداديه اناتول مدرسه الابتدائيه باعتبار وانه هي المدرسه الابتدائيه المشاركه الى جانب الاعداديات النموذجيه وعلي نوري وعقارب والامام سحنون، نتعرف عليها. عسلامه، مرحبا بك. اليوم جينا بمشروع ام لوف وذ جرين ايرث مع نيستي نورا ترابلسي باش نقدموا المشاريع نتاعنا، وكما استعملنا من لي بوبيل نصنعوا بهم حاجات نحتفظوا بهم مع البيئه. استعملنا الجرايد والبيبس والاغطيه، اغطيه الكراد نتاع الصوابط وقشور العظم باش نصنعوا بهم دي تابلو، حاجات نحافظوا بهم على البيئه. يعني على الاقل باش ما نلوحوهمش ولكن نستثمروهم في حاجات مفيده ومزيانه، وسورتو انه فما ورشه خاصه بالبراعات اليدويه من خلال هذوما الكريد، من خلال يعني البلاتوات نتاع العظم، يعني حاجه باهيه ومزيانه مش هكا؟ وانت المساج اللي تحب توصله للصغيرات الكل باش يحافظوا على البيئه شنو تقول لهم؟ حافظوا على البيئه وماذا بكم تطيشوش الكوبيل، خلينا تكون تونس ديما مزيانة ونظيفة، ديما نكونوا فرحانين بها بلادنا، نحبوها ديما نظيفة ديما مزيانة باش تكون ديما قوية. يا عيني يا عيني عليك، يعطيك الصحة بنوتة. والأكيد وأنه اليوم العالمي للأرض يا نوري هو يوافق بداية الربيع في نصف الكرة الشمالي ويمثل أيضا فصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي. احنا ظهري في نصف الكرة أنا في الوسط يا نوري، بين خط الاستواء يعني يعني ما بين ربيع وخريف يعني أي. مرحبا بكم. مرحبا. شكرا لك. الله
احنا عملنا 5 شحالك. مرحبا فيسبوك لايف. هاي قدم تحيه. هاي شكون معايا؟ منى اللحي. هذه زميلتي جات حضرت معنا للتظاهره، جابت بنوتتها مسمح زينها. هاي هاي منى، عرف لنا بروحك. استاذه انفورماتيك نقري في كليه تقدير، جيت باش نشارك مع زملائي التظاهره. صحة، مرحبا بك اخيتي. عايشك عايشك. هاي دخل البنوته معنا الحمد لله. تيسير يعطيكم الصحه، برافو على النشاط. عايشك عايشك، مرحبا بكم الناس الكل. نرجع للورشات اصدقائي، دونك نراو الورشه نتاع الرسم قاعدين يقدموا الصغيرات، يعطيهم الصحه. دونك تري بيان تري بيان، سجل معنيا. دونك هذوما النبتات اللي احنا قاعدين نتبادلوا فيهم بيناتنا في المشروع هذايا، دونك هذوما النبتات الكل قاعدين نتبادلوا مع بعض.